السلام عليكم خوتي، اليوم جينا نعطيكم واحد النصيحة على الفيبروكان. كيكون جديد كتبغي تركب في البروكان جديد، كان الناس اللي ما على بالاش بها وكان الناس اللي على بالها بها. الفيبروكان كيكون جديد خويا يتبرجع، باش علاه؟ كي تنوض يكون فيه الزيت. كان واحد الناس يركبوه هكذا ديريكت من الكرطونه يركبوه، انت شدير كي تنوض ديمارر يدور واحد الدقائق، يدورهم ناشف ولا دقيقه، هذيك الدقيقه تاثر عليه يولي ما يشدلكش، اما ينوض يدير الحس اما يروح لك على شهر ولا شهرين ولا 3 شهور. بصح باش العمر تاعو يطول ويشد لك عامين عامين ونص ثلاثه الا غلك تبرجيه، وباش تبرجيه تبرجيه منه. هذه الطقبه تعمر تما بالزيت، باسكو علاه البومبه تاع الزيت تبيسي الزيت هنايا، كي تبيسي الزيت لهنا يتلائم في هذا الساقيه هذه اللي راكم تشوفوا فيها ويدخل من الثقبه هذه باش يخرج منها. هاي راه يخرج من ومن الغاد، يخرج من هذا زوج بلايص تما في بلوكي جريسي من هذا البلاصه. هذا البلاصه لازم لك تعمرها بالزيت حتى يخرج منها من هذا الكوتي هذا. ها بدا يخرج، تشوفوا بدا يخرج. ها خرج هكذا سيبو ركبو ما تخرج. السلام عليكم خاوتي، اليوم جينا نعطوكم حاجه من الحوايج اللي تصرا ثاني للموطو، البروبليم تاع الزيت اللي يكثر هكذا من الطابلو، يحرق الطابلو ويدير بزاف مشاكل. هذا مشكل خطرات يكون من المصلح مع عند سيدي تريباري عنده، كيما هذا ليك معاود بانديسك من قبل، بصح كي حل الكرو تاعو حلينو بالمارطو والسيزو ديك في البلوكان تاعو كسرانو، راه مجرح هنايا. او تشوف كيرا صار المارطو سيزو في البلاصه تاع لونتيفويت زعما اكزاكت ديريكت، ماشي جايه ديكالي عليها شويه ولا راه جايه فيها ديريكت. خاوتي اللي يخدم بانديسك ماذا بكم، تشرو مفتاح كيما هذا هكذا، واذا ما لقيتوش ولا ميم كي تحل بمارطو سيزو ولا معليش الا حليت انت ماكري هذيك الخدمه تخسر، بصح ايسيي باش ما توشيش في بروكه تاع الناس وتخسروا حتى يولي عاني. ودوك نوريكم كيفاش تريكلوه. بون عندك تنحي لابوجي باش تنحي لابريسيون، ومن بعد تكري البينيو هذا وتنقيه بالبابي افير. ضرب ديمارر هكذا كيما راكم تشوفوا هكا، كسموه الفيبروكان تاعو بريسك ناف ديك كي ترجع جديد. هذا نورمال ممكن نركبوا له لونتيفيت سي بون، ما كاينش مشكله تاع الزيت ان شاء الله بربي.